والذي نسعى إلى جانب جل القيم. ومنذ الوهلة الأولى تطلع لتوحيد هذه الجهود والتعاون مع مختلف المتعاملين لأطراف في إطار هذه المذكرة لعمل على إنجاح مثالية، وجعل موسم الاصطياف 2024 موسم مميز. وترويج الوجهة السياحية الجزائرية كوجهة تنافسية لرفع عدد تدفق السواح الجزائريين. نلتقي اليوم في هذا الجمع المبارك لإرساء أسس متينة من خلال الإمضاء على مذكرة تعاون تجمع الفاعلين والمتعاملين في الحقل السياحي لدعوتهم إلى الانخراط في هذه المسعى الذي يرمي إلى وضع عروض سياحية تنافسية ومتوازنة بأسعار مدروسة. في هذا الإطار يجب علينا جميعاً أن نبقى مجندين لإنجاح هذا النوع من المبادرات لضمان نجاح موسم الاصطياف لهذه السنة والسنوات المقبلة قصد توفير شروط الراحة للسواح والمصطفين. لقد أدت المشاورات إلى عمل جماعي مع أبرز الفاعلين في قطاع السياحة من أجل تحقيق هدفين رئيسيين. أولاً، الحفاظ على القدرة الشرائية للعائلات التي ستستفيد من أسعار جذابة في الفنادق. ثانياً، اكتشاف التراث السياحي الهائل لبلدنا. سوف تتيح هذه العروض للعائلات الجزائرية المقيمة داخل الوطن وجالياتنا المقيمة في الخارج للاستمتاع الكامل بعطلتها على مستوى كافة التراب الوطني.